بارك الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. اتفضل. معلش سؤال معلش، أنا كنت عامل من فترة من سنتين عملت حادث، ركبت الطيارة بتاعي وبعدين يعني أنا مبتدئ في السواقة شوية، وإن كان معايا رخصة وكل شيء، ولكن يعني كنت مستعجل أصلي الجمعة، ف يعني اتخبطت دخلت يعني، فكان خطأ كده، ففي نقل جنبي. لقيت ايه عفوا؟ طيارة نقل، طيارة نقل، نقل جنبي. نعم. نقل كبيرة. يقول انه ان ده سبب يعني الحادث، ان السيارة النقل دخلت في ناس في الاتجاه المقابل وماتوا الله يرحمهم، ولكن انا ما لمستش السياره ولا جيت قدامها، انما الشخص الثاني سواق النقل بيقول ان انا برجلته، وانا ما برجلتوش ولا حاجه. المهم ان انا عرضت صمت شهرين متتابعين. ليه انت عملت ايه؟ انت لم تقتل. انا لم اقتل ولم اقتل. هو قال لك انت ربكتني وانا دخلت في الناس بسبب ربكتك لي، وانت تقول انا ما ربكته، ولم تمس سيارتك احد، لم تمس سيارتك سيارتك سيارته سيارة الناس اللي ماتوا، ولكن هو انا صمت شهرين متتابعين. قلت لعلي عفوا، انت صدمت الناس اللي ماتوا، سيارة الناس اللي ماتوا؟ لا مش انا اللي صدمتهم، هو سواق الناس. خلاص انت ليس عليك شيء. انا كنت بفاديك، بيقول لي انا كنت بفاديك. ليس عليك شيء. اه سلام.